كنشكر الاخوان ديال القدماء اللي قاموا بهذه البادره وكنشكرهم بزاف. فرجعت بي شويه الايام الذكريات الماضيه اللي قضينا في فريق ديالنا الام الجمعيه السلويه. وهذا التكريم راه هو التكريم ديال الجيل اللي عاش في ذاك الفتره اللي لعبت معاهم. فهو ماشي التكريم ديال عبد الحي ولكن التكريم ديال الجميع. وبكل تواضع زعما حقيقه كان الجيل الذهبي ديال الفتره اللي لعبنا فيها، وكانت الوسائل بسيطه ولكن مع الاسف كانوا رجال كبار ولعابه كبار اللي دازوا في المدينه سلا. وكنتمنى من الله باش هاد المبادره بحال هكايا تعاود تعاد عاوتاني في حق بعض الاخوان وبعض اللاعبين اللي يستحقوا حتى هما التكريم ويستحقوا هاد الاعتبار. هاد العمل هذا قمنا به بمجهود ديالنا وبتضافر جهود ديال جميع الفعاليات. حنا جمعيه قدماء اللاعبين اللي تكوننا 30 سنه هذه على اساس نظموا اعمال اجتماعيه ثقافيه ورياضيه، وسبقونا لهذا العمل ناس كبار، كان اللي منهم مات وكان اللي باقي على قيد الحياه الله يطول في عمرهم. عبد الحي، علاش عبد الحي؟ في الاول كنا ركزنا على العمل ديالنا على العمل الاجتماعي، دابا بغينا نرقاو بالعمل ديالنا، نديرو ثقافه ديال رد الاعتبار. وتختار عبد الحي للتاريخ. عبد الحي نهار مشيت عنده باش نعيط له التكريم رفض التكريم بتاتا، وقال لك كاينين الناس اللي يستاهلوا هذا العمل، هذا الفعل هذا. اذا بقيت معاه مناقشه، عاد قنعته باش يجي، ولكن قال لي بشرط دير لي مشموم ديال النوار وكاس ديال اتاي. هنا كيبان النور ديال هذا السيد والثقافه ديالو يعني والانفه ديالو. عبد الحي راجل كبير، لاعب كبير، فنان كبير، اخ انسان. انت كنفتخروا نكونوا جاورناه، وكنفتخروا نردوا له الاعتبار ديالو. سلا كتعيش واحد المرحله، واحد الحراك. حرام على سلا بهذا المدينه بهذا الحجم ديالها وهذه الحموله ديالها تعيش هذه الازمه، الفريق ديالها يعيش في هذه الازمه. حرام على المدينه بهذا الجمهور ما يكونش عنده فريق. فين المشكل؟ واش المشكل كان في الجمهور؟ واش المشكل كان في التسيير؟ واش المشكل كان في اللعابه؟ دونك راه كاين واحد المشكل خصنا نلقاو له الحل، خص ضافر الجهود. راه ما كانش النقاش وما كانش الحوار ما يمكنش نلقاو شي حل.